مشاهدينا متابعين معكم بالمحور الثاني من حلقتنا لليوم، وبهالمحور رح يكون معنا شهادة حياة جدا جدا مميزة. مشاهدينا، المخدرات عم بتكون ملجأ كتير من الشباب، وللأسف عم بتكون الملجأ يلي بيتخبوا فيه وبيهربوا صوبه وبيعلقوا وبيغرقوا وبيخسروا حياتهم وأهلهم وشغلهم وأصدقائهم، وأحيانا بيوصلوا للأسف للموت. المخدرات قادرة تدمر الإنسان بوقت كتير قصير، والأخطر من هيك الشخص يلي بيستعمل مخدرات بفكر حاله مبسوط وسعيد وعم يلاقي طريقة أنه يرتاح فيها، ولكن هو لقى طريقة يكون عم يقتل نفسه فيها، ويمكن هالموت يكون كتير بطيء. مشاهدينا، ضيفنا اليوم هو شخص غرق بهيدا المسار، ولكن بقدرة إلهية قدر يخلص نفسه ويحد الأضرار ويرجع ينطلق بالحياة. تنحكي عن هيدي التجربة، وطبعا حديثنا هدفه التوعية وفقط التوعية، نستقبل سوا جورج أراعي. جورج، أهلا وسهلا فيك معنا. حبيبي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله كل شيء تمام. جورج، بدنا نبلش حديثنا عن هيدي التجربة يلي انت عشتها، وبدنا نبلش بالسؤال الأول يلي هو بدك تخبرنا كيف بلشت قصتك مع المخدرات. أول شغلة، أنا كنت أشرب كتير الكول، بحب أشرب الكول، بحب دخن، يعني هيك بحب دخن حشيش اوقات، يعني مع اصحابي دق من حدا هيك بشكل بسيط، يعني وانا ما بعلق. ففي شاب رفيقي قال لي هذا كله بلا طعمه، يعني ما عم تعبي راسك. قلت له ايه، شو بدنا نعمل؟ قال لي معي شيء اطيب، معي شويه كوكايين بقلب سانيتا الجاكيت. قلت له اوكي، ما في مشكله، هات لندق. دقت اول مره، اول لاين كان لإلي، أول زيح، يعني مثل ما بيسموه أول شحطة هيك المدمنين يعني. ف جلد زلعومة، سقع زلعومة بعد شي 5 دقايق، تلج راسي، حسيت بمخيري هون، كأنه كنت صاخن مقرب وصحيت، فتح دماغي كله، حسيت في فوكس شي 90%، بس مركز مش عم فيه ينام، يعني صحصحت زيادة. من هيدي المرة حبيت، انبسطت بالطعمة، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة صرت أنا أخذ لحالي وجيب لحالي وغطست فيها. يعني جورج، نحن بنقدر نفهم منك هون انه في مثل باللبناني ينطبق على الشيء اللي انت عم تخبرنا اياه، يلي هو اذا دقت علقت، وانت دقت وعلقت. ومن هون السؤال الثاني اللي بيقول طيب شو اللي خلاك تكمل وتغرق اكثر لقدام؟ يعني انت بلشت صحيح، ولكن ليش تابعت؟ لأنه أول شغلة، أنا لو قبل الإيمان، قبل ما آمن، بقول لك إنه عن جد فيها لذة، ولكن لذة متجددة، يعني بتاخد بتنبسط، بتنسى العالم، يعني بتطلع من الجو اللي انت فيه. اذا انت كئيب، اذا انت عندك مشكلة حياتك، بتطلع منها من ورا الادمان، يعني بتهرب من العالم للادمان، بتنبسط، بتحس بلذة، بسعادة، مودك بيكون رواق. العالم كله، يعني اذا خربان الدنيا، خربان البلد، انت بغير عالم، بغير كوكب، بتحس في عندك سلام، ولكن سلام مؤقت، يعني مثل عم تضحك على حالك، مثل أكذوبة وانت عايش فيها وماشي فيها. لهيك انا انبسطت. جورج، مثل كل شيء بهيدي الدنيا، المخدرات هي مراحل ودرجات. لوين وصل جورج بهيدا الطريق؟ لأي درجة؟ انا كنت اخذ كوكايين، اول شيء بلشت بالكوكايين، بعدين صرت دق اشياء جديدة، يعني مثل مثلا فراولة، يعني اسماء بتستعمل بين المدمنين، يعني بين الناس اللي بتتعاطى. صرت اخذ اكثر من اشياء، بدي دوق، بدي اجرب، يعني شيء هبط، شيء داون، شيء اب، يعلي، يعني يعبي لك راسك، شيء يرخيك تسترخي. صرت اجرب كل الاشياء، بدي دوق شو معه هذا دوقني، شو معه هذا دوقني. ولكن انا علقت بالكوكايين. الكوكايين هي اسمها فاكهة الملوك، يعني بتاخذها كأنك انت، يعني انت البوس، هي بس كأنه انه انت احلى واحد، انت ارطب واحد من كل اللي بتعاطوا، هيك بتصير تحس حالك. بس عندك مثل شيء نفسي انه انت خلص الكوكايين، انا بتعاطى، انا باخذ كوكايين لأنه ما باخذ شيء غيره. عم تفهم علي؟ صحيح. لهلا حديثنا الى حد ما يتسم بالايجابيه، يعني يمكن اللي عم يسمعنا يكون عم يفهم انه ممكن المخدرات تكون شيء جيد، ولكن نحن بدنا من المشاهدين يتابعوا بالحلقه معنا، لانه نحن مزبوط بلشنا بحديث يمكن ملطف عن المخدرات، ولكن يحن وصال للواقع بعد شوي. جورج، السؤال التالي بيقول قديه دامت هيدي الفتره؟ يعني انت عم تخبرنا عن تجربتك مع الكوكايين، ولكن قديه انت ضليت متعلق بهذا المخدر؟
تقريبا بالاربع خمس سنين، تقريبا بالاربع سنين وشوي تقريبا. وكان التركيز فقط على الكوكايين، ولكن او انت كنت يعني الاساس هو هيدا المادة البيضاء، ولكن كنت تنوع. لا انا كنت اول شيء اشرب كثير الكول، فمع الالكول لما تاخذ كوكايين بتوعى، يعني بتكون انت عم تسكر بس تاخذ لاين بتوعى، بتصح صحيح وضل يومين واعي. فانا انبسطت بكوكايين لانه الاشي اللي اخذها الثاني داون، تخبطني تنعسني تعمل لي مودي مدري كيف، تفقسني على زعل. الكوكايين اخذ اوعى ركز صح صح انبسط كل الوقت، مفتح عيوني مش عم نام، احس حالي انا احلى احلى من كل العالم. انا يعني يكون مدمر نفسيا ولكن انا احس حالي احلى حدا. يعني كنت ترتاح، كنت تحس بشعور من الراحة بس تاخذ مخدرات، كنت تهرب من الواقع جورج؟ 100% يعني الإنسان إذا زعلان بيهرب لهذه الأمور، يعني يمكن يكون عنده مشاكل طفولية أو إنه عائلية هو صغير، يمكن يكون عنده مشاكل وجودية روحانية، يعني مين خلقني؟ مين الله؟ كيف الله إجا؟ كيف الله ما بيستوعب الحياة؟ يمكن يكون عنده مشاكل صاير معه مشكلة هو صغير، يعني معرض يمكن لاغتصاب لأي شيء. بس إنه أنا الحمد لله بشكر ربي إنه أنا هربت من اللي انا فيه. يعني انا كنت مثلا انسان كل شيء بدي اياه يصلي، انا شو بدي انا وحيد ما عندي اخوي، كل شيء بدي اياه يصلي. فوصلت لمحل في اشي اطلبها ما تصلي، لا فانا بدي انا اجيبها بايدي، فصرت خبص بهذا الاشي كله. نحن ما بنختلف معك، ولا بظن حتى العلم ممكن يختلف على موضوع أنه المخدرات بتأمن نوع من المهرب، نوع المتنفس، نوع من اللذة، ولكن الوقتية. جورج، كيف كانت حياتك خلال مرحلة الإدمان؟ فعليا إذا بنطلع على ورق، إذا بتطلع أنت على حياتك، تقدر تخبرنا شو الأشياء اللي خسرتها كرمال هل إذا فينا نقول الدقائق من اللذة، لأنه هي ما بتتعدى الدقائق. خسرت ناس كثيرة بحياتي، خسرت ثقة، ثقة من العالم من يلي حواليي، خسرت مصاري، خسرت يعني سعادة، فيك تقول هيدي السعادة كان لازم تكون بمحل تاني، خسرت علاقتي بوقت مؤقت يعني أنا بقول أنا ما كنت مؤمن، ولكن كانت يعني حتى إنه أنا كلمة ربي ما أذكرها، يعني سريبك تكفر، سري بدك تكذب، سري بدك تهرب للكذب، انت اخذ شيء لا ما بيني شيء، سري بدك تكذب، سري بدك تعيش الوهم انه انت صحيح وانت عم تعيش الكذبه وماشي فيه، يعني فيلم عم تمثله وتكذب فيه. يعني كانت إذا بدنا نلخص أو نحط لها عنوان، كانت حياة فينا نقول فاسدة ومليئة بالخطايا. في أهالي كثير صح عم يحضرونا اليوم، وكمان في أطفال وفي مراهقين، نحن عم نتناول هذا الموضوع تنضوي على تجربتك وتنضوي على الخطر من المخدرات. قديه كان سهل جورج تأمن المواد؟ هل كنت تحس بالخطر ولك، أو كانت اللذة تدفعك تتحمل الخطر لقاء تأمين المواد المخدرة؟ المدمن اللي بيتعاطى شو بيعمل؟ بيقول انه انا اخذت شوي اليوم مستحيل اخذ خلصهم لبكره، لاترك معي شوي لبكره، لانه بكره يمكن ما اقدر اعمل مصاري لحتى اجيب واتعاطى. فبصير بتحس الذكاء اللي عندك بتستخدمه لهالامور فقط لا غير، ما بتستخدم الذكاء الا لهالامور. فصرت انا ضب جمع مصاري، ضب من هون اجيب من هون، اشتغل بهذه الشغله اعمل بهذه الشغله كرمال جمع مصاري ضب، وعرض حالي للخطر بروحاتي بالليل اني انا عم جيب مخدرات، اني انا عم جيب لناس، عم بعطي ناس، عم يعطوني ناس، عم بتعلم انا من ناس. يعني فت بحالة خطر انه انا ماني منتبه انه خلص اخرها مين راح يعرف انا بعطي هي وهذا بيعطيني وهذا بياخذ من هي. بتصير القصة انه خطرة وانت مش منتبه لها، انت خلص انت مفكر حالك انت ما مين حيطلع فيه، مين باله فيه اصلا. جورج، أنا فعلا قبل ما نتابع بالأسئلة بدي أحيي جرأتك، وبدي أحيي صراحتك وقدرتك إنك قادر تطلع وتتحدث بهذا الموضوع على الملأ وعلى العلن بهدف التوعية، قليل يلي بيمتلكوا الجرأة إنه يعملوا هذا الشيء. جورج، شكرا شي مرة جدا. نوقف؟ شكرا. شي مرة توقفت؟ شي مرة تنحبس جورج من ورا هذا الموضوع؟ لا ولا مرة، لأنه هيدي يعني أسباب شخصية، إنه أنا كنت أشتغل بهيدا الدومين وكنت أشتغل كنت عسكت كتير أتعاطي، يعني أنا مني من الشخص يلي إنه وين ما أمشي لك أنا بتعاطى أنا شي، لا كان عندي جروب
هيدا الجروب بتعاطى انا وياهم، بجيب انا وياهم، بيجيبوا لي، بجيبهم من امن لبعض، وصارت تكبر. ثلاثة علموا خمسة، خمسة علموا 10، وصارت تكبر تكبر، ومن ورا ال10 صرت انا اخذ لي ببلاش. هلاك حياة الادمان، بتصير تاخذ وتعلم غيرك وتاخذ ببلاش من ورا غيرك، لانه صار في كمية عم تاخذ. هو طبعا الأشياء السيئة بالحياة تتناقل بسرعة كتير كبيرة. جورج، حكينا عن لذة المخدرات، حكينا عن شو ممكن تأمن له مهرب أو متنفس كاذب، أنا يحسميه متنفس كاذب للإنسان، بس هلأ صار وقت، أو صرنا بمرحلة من حلقتنا صار وقت نحكي عن الحقيقة وعن حلاوة خبرتك وشهادة الحياة يلي عم تعطينا اليوم، يتعطينا إياها اليوم، وصار وقت تخبرنا انت كيف وقفت، كيف صارت نقطة هيدا التحول، كيف شفي جورج من إدمانه على المخدرات؟ أنا بس كنت أتعاطى، قالت لي خطيبتي بدي تروح على كنيسة معي، قلت لها لا أنا ما بروح، أنا ما لي بلا أمر كله. قالت لي بلا بنروح نقعد بالكنيسة، ما بيأثر، يسوع بيحبك وعلى أخبار. قلت لها أوكي، كإنسان ما بيعرف شيء من شيء يعني. فرحت أنا قعدت مع قسيس بكنيسة، عن جد بدي أتشكر هيك قسيس جهاد حداد اسمه. قعدت معه، صار يخبرني عن يسوع وانه الرب الله جسد كرمالك. قلت له انا شو هالحكي هذا، شو عم تحكي، مش عم بفهم شو عم يحكي. يسوع بيحبك وبيغير، واجا كرمال الخطاط وهودي الامور. انا ما كنت سامع، اعطاني انجيل كادو، بعد الانجيل معي، قال لي بتقرا فيه. اخذته للانجيل انا وقعدت بالبيت، صار عندي حشريه، حطيت مع رفيقي بالحدث ورجعت صرت اضحك، يعني شو وين بدي افتحه انا هلا، كبيته بالصندوق للانجيل. جيت فتحت الانجيل مره، صرت اقرا بعرس قانا الجليل بانجيل يوحنا، صرت لقي واو، يسوع شخصيه عظيمه، شخص ابضاي يعني، عن جد شخصيه حلوه، يعني ممكن يقدر يخلصني من المخدرات. طيب انا بدي اطلب لشوف. قلت اذا انت موجود هز البرديه، اذا انت موجود سكر الباب، اذا انت موجود ضوي هالضو، انا بدي اتاكد، انا هلا بدي اتاكد، يا هاد الاوضه بدي اتاكد، شوف اذا انت صح ولا لا. ما في 5 دقائق بركع بالارض وبصير ابكي مثل الولد الصغير، كانه حدا لقطني برقبتي وركعني، بحس حالي انه انا عم بنضف، صرت حس عم ينزل مني زوم زوم وسخ، وسخ العالم عم تقشط مني. قمت غسلت وجهي وجيت قعدت، قلت يا عمي بركي انا بين شيء، بركي انا حس شيء نفسي صاير معي شيء. كمان ما استوعبت، صرت اقرا بالانجيل وروح صلي، اتعاطى واقرا بالانجيل وروح على الكنيسه، ارجع اجي اتعاطى. قضيتها هيك تنين تلات اربع خميس، رواق، جمعة سبت أحد بتعرف بالويكند والسهر، تعاطي وألكول. لثلاث أربع أشهر تقريبا كنت موقف كل شيء، 3 أشهر كنت موقف كل شيء، مخدرات، كل شيء حبوب، كل شيء كل شيء كل شيء. صرت عم صلي وصرت بالكنيسة ملتزم، تغيرت حياتي كليا. الرب سمح إنه 3 أشهر أنا ضل مثل أتحارب، أو ضل إنه أوقع أوقع أوقف وأوقع ارجع اوقع لحتى اثبت مزبوط 100%، وتركت كل شيء. وهلا اذا بتحط لي 100 كيلو ما بتطلع فيني. هل كان صعب هذا الموضوع عليك جورج؟ يعني نحن بنفهم من ورا الشهادة اللي عم تعطينا إياها أنه كان في قدرة إلهية ساعدتك أنك تتخطى الإدمان، ولكن على الصعيد الشخصي أنت وعم تطلع من الموضوع، هل كان صعب؟ أنت عم تقول أنه أخذ معك 3 أشهر، هل 3 أشهر كانت كافية أنه ينظف جسمك؟ ومين كان واقف حدك؟ مين دعمك؟ أول شغلة هي لينضف جسمك 100% تقريبا من 6 أشهر لسنة لينضف على الآخر، عليها جسمك كله تنضف وترتاح. ولكن 3 أشهر اتعب، أول شيء مودي المزاج يتقلب، يعني ضوج، كون قاعد بين الناس قوم بدي فيلم خلص، ما عادش إلي جلادي، ما أحب أقعد أكفي حد اسمع، أوقات أقعد أحب الضجة، أوقات ما أحب الضجة، يعني ما أتقبل دايما العالم بالأول. أول فترة كثير كانت صعبة، يرعاني جسمي، يرعاني ظهري، بدي اتعاطى، ضوج، اخوة، اتعصب، يعني اوقات حوصل لكريزة. يعني اخذت دواء، انا دواء واحد الحمد لله، بس ليثبت المود، ليثبت المزاج، ما عادش يلعب مزاج، يعني يصير اتخلى على العالم، اعصب على العالم من دون ما انا احس. واللي وقف حدي هو اكثر من شخص، يعني كنيستي، القسيس تبعي، خطيبتي، وفي شخص كمان هو بي الروحي وامي، اسمه نقول الحاج وقالين، هن كانوا مثل اهل لإلي، وعن جد
شو بدي اقول لك، يعني يتحملوني ويصلوا لي، لانه شفت محبه، انه عن جد في محبه للواحد يطلع من الادمان، بده محبه واحتضان، بده حضن يلجا لعنده. انا ما في اجي اقول لك انا بتعاطى، تنبذني تقول لي انت بتتعاطى، انا ما بمشي ابني معك، مستحيل اقرب، ما تقرب علينا ولا شيء. انا هون انت عم تدمرني زياده، فمش ضروري بهذه الطريقه تجيني انك تقول لي انه انت ما تمشي مع ابني، لا، فيك انت تساعدني بطريقه محدده انت وابنك. جورج، هل بتعتبر انه كانت المخدرات حبستك؟ كنت رهينة لهالمادة؟ كنت مربوط بهالمادة، مربط سلاسل مربطتني، صدقني. طيب اذا بنطلع هلا، بنرجع اليوم نشكر الله انت بحالة جيدة وخلصت من مرحلة الادمان، بس تطلع لورا، شو الاشياء اللي خسرتها غير الاشخاص؟ هل خسرت وقت؟ هل خسرت عمل؟ هل خسرت تقدم انت كان فيك تعمله بهيدي الفترة اللي انت كنت مقدمن فيها؟ غير انه اشخاص خسرت عام اكيد، يعني بمعنى وقت ما اي عمل فيك تقول يعني، وكمان خسرت مصاري وخسرت وقت، خسرت وقت. كان فيني هودي ال4 سنين اكون عم بعمل شيء لحالي، اكون عم اضبط شيء بحياتي، اكون عم اسس لشيء بحياتي، ما قدرت اعمله بعد 3 4 5 سنين يعني اللي عايش فيهم بالظلمة. جورج، نحن وعم نحكي عن موضوع ذكرت شغلة لفتتني وبنسمعها كثير بالمجتمع، انه انا اليوم يمكن باخذ كمية صغيرة من المخدرات بيعتبروا نفسهم انه لا، هي ما بتمتلكني، انا مني مدمن، بيرفضوا هيدي الفكرة، ولكن بالحقيقة هن بقعر الادمان، يعني هن مدمنين مدمنين، وحتى يمكن بحاجة لعلاج. شو بتقول لهود الناس؟ في ناس بتروح بتسهر، تكون هادي بالنايت، بيقول له رفيقه او رفيقتها بنات او شباب من بعض، خدي هذه الحبه، لكنه انت في هادي كل السهر ما بتعلق، ما بيصير شيء. بتقول لي اوكي اكيد ما بعلق فيها، بتقول لي ما راح تعلق مع حبه وحده، شو راح تاثر فيكي؟ بتحط لها حبه مثلا، او بتحط لها مثلا مثل ليكويد، مثل قطره، مثل الجي اتش بي، نقطه بقلب الكبايه، بتحب الكباية هي بتنبسط، بتلاقي صارت تسكر كتير الكباية، انبسطت يعني، أو إنه على عسل هوني يعني صارت الكباية، بتقول لها هي تنجي مرة تاني، بس الشرط بدك تحطيني مثل هيدي الحبة. بتصير بلا ما تنتبه على حالها مرة اثنين ثلاثة بتعلق بنوع مخدرات وهي ما بتعرف، بتصير ما بقى تشرب أو تسهر إلا ما تتعاطى، وبتعلق وبتغطس. فأنا بنصحك أو بالجامعات أو بالمدارس، دوق دوق دوق، جرب هيدي لوجع الراس، هيدي لوجع المعدة، هيدي ما بتعلقك، جرب مرة معنا. فأنا بدي أنصح وبقول لكل شاب ولكل بنت، انتبهوا خصوصي بالجامعات بالمدارس بالنايتات، إذا حدا قال لك خود جرب دوق، هيدي لوجع الراس لوجع البطن لوجع أي شيء كان، اوعك تاخد ارفض، وما تقول أنا ما بعلق، المرة بتعلقك، انتبه، اوعك تفكر أنا بس بتعاطى بالويك إند ومش رح أعلق، لا، أنا كنت هيك فكر، بتعاطى بالويك إند فعلقت كل الجامعة، من دون ما تحس على حالك. المخدرات هي سم بجربك شوي شوي. جورج، هذا كلام جدا جدا جميل ودقيق، وبنتمنى يوصل لأكبر عدد من الناس، لأنه فعلا المخدرات هي سم وهي إدمان وهي نهاية للحياة، أو أقله إذا الإنسان قدر يرجع يطلع منها بعدين بالمرحلة يلي بيكون عايش فيها، هو فعليا بيكون ميت اجتماعيا وعمليا واقتصاديا، ولو عايش بس كرمال هيدي اللذة. ذكرت بحديثك أنه الإنسان بده بين 3 و6 أشهر يطلع من مرحلة الإدمان، ولكن أنت شخصيا بحسب تجربتك قد ايه اخذ معك وقت تتعود على حياتك الجديده؟ يعني بال4 سنين ادمان وتناول، او عذرا استعمال المخدرات، كان صعب عليك تفوت بالحياه من اول وجديد كشخص نظيف، يعني تغير صورتك بين الناس، يمكن تنبش على شغل جديد، على مهنه تمتهنها؟ صراحة أنا حسيت حالي إنه ولد جديد وإجا على الأرض، يعني حسيت حالي خلقت من جديد، بلشت من الصفر بشغل مثلا، زبط حياتي بشغل، زبط حياتي يعني، رجلج حياتي مع خطيبتي مع عائلتي مع رفقاتي مع العالم اللي حوالي، حتى مجتمعي جربت إني غيره، يعني رفيق اللي بده يتعاطى ما فيك تمشي بقى معه، أنت كنت بتعاطى وقفت، بدك تقنع علي وقف، اذا ما بدك ما بده يقنع علي وقف بدك تطلع منه، يعني بيئتك بدك تغيرها. فانا بيئتي جوي العالم اللي حوالي غيرتها، قررت اني غيرها، المطار اللي كنت اروح عليه كمان قررت اني غيرها، الناس اللي بتذكرني بالماضي قررت اني غيرها باول فتره،
بس انا هلا بعد تقريبا صار لي سنه وثمان اشهر تقريبا، الحمد لله سنتين موقف كل شيء ولا شيء ابدا بقى بيعني لي، ولا بقى بفكر ولا بقى بتاثر ولا بقى شو ما يصير ما بهتز، خلص طلعت. حلو حلو كتير هذا الحديث، وإن شاء الله ربي يضل مثبتك بهيدي المسيرة وتضل قادر تحافظ آمين. على هيدي النظافة الجسدية والنفسية والروحية. جورج، اليوم أنت كيف بتساعد الناس المدمنين، أو حتى كيف بتشتغل على نشر التوعية من موضوع المخدرات؟ أول شغلة، أنا عندي تيك توك على السوشيال ميديا. أول شيء بساعد الناس على الإدمان، كيف يعني بيحكوني دايركت مثلا، أنا بفتح لايف كل يوم، يعني يا بحكي عن موضوع الإدمان يا بحكي بتناقش بالأديان بكل محبة، طبعا مع مسيحيين مسلمين أي ديانة كانت، بكل محبة مناقشات ومقارنات يعني بمحبة وأخلاق أكيد. وبساعد المدمنين على المخدرات، بيحكوني دايركت مسج أي دولة كان، بلبنان أو برات لبنان عندنا فريق بيساعد، بجرب يساعد المدمن بأي شكل كان، وأنا بحكي بشوف وين وبأي منطقة بلبنان، بتواصل معه يا بجيبه لعندي يا بأمن له شيء مش مركز تأهيل. انتبه أنا ما بفوت بمراكز تأهيل، مش إنه غلط أبدا، ولكن في كثير ناس فاتت مراكز تقيل قعدت 6 أشهر طلعت اتدمرت أكثر وأخذت قبل، أخذت أكثر من ما كانت تاخذ. فأنا بشدد على الأشياء الروحية أكثر، يعني لما يفتح الإنسان قلبه للرب، الرب بيشتغل بحياته بيخليه يوقف مين ما كان يكون، وقد ما كان غاطس لو صار له 100 سنة الرب بيغير له قلبه، صدقني. صحيح، أنا صح، أنا شخصيا بوافقك على هذا الكلام. وبدي أسألك اليوم جورج، لما يطلع على ورا، إذا رجع فيك الزمن، هل بتعيد هيدي التجربة، أم هل تعلمت منها شيء، أم بتعتبرها مجرد ضياع للوقت؟ هل ندمان جورج على 4 سنين من حياته يلي راحوا؟ أنا من مالي بندم ومن مالي بقول شيء منيح. أول نقطة، بندم لأنه على الوقت اللي ضيعته وعلى السعادة اللي ضيعتها وعلى الناس اللي خسرتها، ولكن بقول شيء منيح لأنه الرب سمح إني أنا أمرق بهذه التجربة، سمح أكيد مش منه تجربة، ولكن سمح بهذه التجربة لحتى أنا أرجع لعنده، أجي لعنده لحتى أنا أكون مثل الابن الضال اللي أرجع لعند بيه، هيك أقوم وأرجع إلى أبي، كنت ضايع ورجعت لعند بيي، جيت طهرني ونظفني ونقيني وحطني شخص جديد بالمجتمع، حتى تشوفني العالم بالصورة الحلوة، يعني لما أكون ماشي بين الناس يا أنت اللي على تيك توك اللي بتحكي عن المدمنين وبتساعد المدمنين أو بتحكي عن المسيح أو بتحكي، يعني صارت الصورة الحلوة اللي بده إياها إلهنا تكون بكل شخص فينا. جميل جميل جدا هذا الحديث جورج، حلو كيف انت قدرت تحول تجربة هالقد سلبية، هالقد خطرة، هالقد سامة، هالقد كان فيها تنهي لك حياتك، قدرت تطلع منها، وبل اكثر من هيك تحولها من تجربة سيئة لخبرة جيدة، وخبرة عم تستعملها تقدر توعي كثير ناس وترشدهم يمكن يكونوا واقعين بهذا الطريق تخلصهم، وحتى يمكن انك تساعدهم يتفادوا هيدا الطريق. سؤالنا الأخير هو سؤال طبعا بسبيل التوعية، شو هو أخطر مخدر عذرا بنظرك موجود اليوم بلبنان؟ لك في كتير أنواع مخدرات موجودة بالجامعات بالمدارس بالنايتات، ولكن الكريستال ماس أو الجي اتش بي الهيروين، هودي المواد يعني صدقني دمار 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 دمار، يعني اللي بياخد واللي بيعلق بالهيروين بالأوبر بيكون إنسان عم بيموت، بس من رقم 1 لرقم 10 عم بيموت، 1 2 3 10 بيوصل للعشرة بيتدمر. في ناس بتفكر اوفر دوز يعني لما ياخذ دوزات عالية بيموت، في ناس بتنشعت من اول مرة، يعني في ناس مرة واحدة بتدوق ما بيتحمل جسمها يا بيفجر دماغها على الطاولة، في كثير ناس اللي بتحضر بالافلام بتلاقي مرة واحدة تعاطى فجر دماغه على الطاولة، فهذا الشيء كثير خطر يا جماعة، ضروري ضروري ننتبه من كل شيء حبوب، من كل شيء اشياء ندوقها، من كل شيء اشياء نجربها، ما في شيء ما بيخوف، هن كلهم خطرين، ولكن هودي الثلاثة هن أكتر شيء بيأذوا الجسم وبيضروا بالحياة يعني.
جورج، بنهاية حلقتنا لليوم أنا شخصياً وفريق العمل معنا بدنا نحييك ونشكرك إنك قبلت تطلع معنا وتحكي بهذه التجربة. بدنا نحيي جرأتك وبدنا نحيي صراحتك وبدنا نشجعك إنك تكمل بهذه المسيرة التوعوية. مشاهدينا، كان معنا جورج راعي، أعطانا شهادة حياة عن إدمان المخدرات وكيف قدر يطلع من هذه التجربة. بنتمنى تكون المعلومات يلي سمعتوها بهذه الفقرة قادرة تكون مفيدة لكم وتوعيكم وتوقيكم وتوقي أولادكم من هذا السم القاتل.